بونجور ا توت يا توس جيسبر كو فو زالي بيان دان سيت لسون اون لي نومبر كاردينو دو زيرو ا مرحبا بكم مجددا في درس اخر من سلسله دروس تعليم اللغه الفرنسيه للمبتدئين في هذا الدرس سوف نرى الاعداد الترتيبيه او ما يقابله باللغه الفرنسيه لي نومبر كاردينو ابتداء من العدد صفر الى العدد 100 لدينا في الخانه الاولى الاعداد ابتداء من صفر الى العدد عشرة والخانه الثانيه ابتداء من العدد 11 الى العدد 20 والخانه البرتقاليه او الخانه الاخيره ابتداء من العدد 21 الى 30 سوف ابدا بقراءه الارقام من العدد 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وعيد

ثلاثة، 14 15 16 17 18 19 20 كما ترون تدائم من العدد سبعة عشر، دي إلى غاية uh, إلى الرقم تسعة عشر، هناك تيغي أو خط يفصل uh, بين الكلمتين فقط ابتداء من العدد سبعة عشر، ثمانية عشر، وإلى العدد تسعة عشر.

كما ترون فقط في العدد واحد وعشرون هناك إي وتعني باللغة العربية و أما باقي الأعداد يعني ابتداءا من العدد اثنان وعشرون إلى العدد تسعة وعشرون هناك أن تيغي كما هو الحال بالنسبة للعدد سبعة عشر وثمانية عشر وتسعة عشر هناك خط أو أن تيغي بين الكلمتين ثلاثون تلاتون واحد وتلاتون ترونتين ترونت دو ترونت

واحد وعشرون إلى ثلاثون هناك أي فقط في واحد وثلاثون وبالنسبة للباقي الأعداد إلى العدد تسعة وثلاثون هناك أن وهذا يخص يعني معظم العشرة الأرقام الأعداد العشرية أو الأعداد العشرات يعني الكلمات يفصل بالنسبة للواحد وثلاثون أو واحد وأربعون أو واحد وخمسون هناك أي

67 67 68 86 69 69 70 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79

ثمانية وثمانون كات خوفان تسعة وثمانون كات خففان ديس تسعون واحد وتسعون كات خفانة أوس اثنان وتسعون كات خفان دوز ثلاثة وتسعون كات خفان تخيز كاتخان كاتوغ أربعة وتسعون كات خوفان تكانز خمسة وتسعون كات خففان تسايز ستة وتسعون

95-95 96-96 97-97 98-98 99-99 100, 100 بهذا أكون قد أنهيت درسنا لهذه الحلقة أشكركم على متابعتكم لا تنسوا اللايك والإعجاب والاشتراك لتتوصلوا بجميع التنبيهات شكرا مجددا والى اللقاء في درس اخر باذن الله